الخير إلى من يزايدون على مصر ويعتقدون أن مصر والمصريين غير مستهدفين من الإرهاب، إلى من يرددون أسطوانة النظام بيخوف الشعب بالإرهاب والإخوان، إلى من يتخذون سبوبة حقوق الإنسان حجة للهجوم على الجيش والشرطة، إلى كل المنظمات التي تعمل ضد مصر في الداخل والخارج، حتى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان. إلى الجميع أقول شاهدوا معنا هذه الصورة التي تؤكد أن الإرهاب يعيش بيننا فاحذروه. مساء القاهرة، أهلا بكم.